هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فاوريكم بقى الروتين بتاعي بتاع الليل. انا بحب اعمل ايه كل يوم، لان في فصل الصيف شايفين الحبوب، يا لهوي على البشع. لازم طول الوقت ماسكات. يعني انا هستعمله دلوقتي ماسكتين او طمي من لوبانا، اوكي، نحطه بقى كده ندلع بشرتنا. وهقول لكم انا غسلت ايه بالغسول دلوقتي عشان ايه. ناس كتير بتقول انت ما عندكيش مسام. اهي شايفين مسام اهي، كلنا عندنا مسام، بس انت تقدري تتحكمي فيها. فانا كمان اتكلمت ازاي تصغري حجم المسام عندك في فيديو على اليوتيوب، ممكن تروحوا تتفرجوا عليه بعد ما تخلصوا طبعا الستوري بتاعتي وتشوفوا وانا بعمل. شايفين عندي مسام اهو، اهو بس صغرت بقى، كانت اكبر من كده. طبيعي كلنا عندنا مسام، بس الفرق لما تبصي في وشي كده ما تحسيش هي موجودة اصلا. فده حلو بصراحة، انا بحب كده قوي. ولازم ماسك الطمي على طول يا بنات، لازم. ليه لازم بقى؟ علشان احنا بنحط سكين كير، غير السكين كير كريم الشمس، التراب، الحر، التلزيق والتراب من كل حتة، دي حاجة صعبة جدا جدا جدا. لا، صعب. لازم. عايزة اكلمكم في حاجة مهمة، وحياة ربنا الموضوع ده شاغلني جدا، وانا فكرت فيه بطريقة مختلفة. بصوا بقى، دايما بيقولوا الست بتهتم بنفسها وهي خارجة. طبيعي طبيعي الست تهتم بنفسها وهي خارجه، وجوزها بيتضايق انها ازاي بتنزل في الشارع بميك اب وما بتقعدش معاه بالميك اب، لانها على طبيعتها معاك، على راحتها، ده بيتها، تقعد فيه براحتها زي ما هي شايفه. يعني الناس اللي بره لازم نلبس لهم 100 وش. انت اكتر واحد في العالم اللي تغسل وشها وتقعد معاك على راحتها، البيجامه من غير ميك اب، تقعد زي ما هي عايزه، ده طبيعي. انت نفسك بتقعد زي ما انت عايز. انت بتطلب لبس الخروج في البيت؟ يعني الراجل لما بيجي بيخش كده ياخد شاور ويلبس البيجامه، لا يخش يلبس لبس خروج تاني ويحط برفان ويقعد في كده؟ لا مفيش كده، انا عمري ما شفت كده الصراحه. يعني انت بتطلب من الست كده وهي ده بيتها، بيتها، مملكتها، فاكيد لازم تقعد في البيت براحتها. هنقعد بيه شويه صغننه وبعد كده هنروح نغسله. صحيح، الغسول وانا في الحمام غسلت بسكان سايد، ده تحطيه على وشك وانت بتاخدي شاور، انسي وشك النضاره. ده خدت سمار طول اليوم مش طبيعي. سكان سايد بيحل كل حاجه، بيرجع وشك في نضاره وحيويه، انا بحبه قوي. غسلت وشي مطرح الماسك، قعدت بيه بالظبط 10 دقايق، يعني او اقل من 10 دقايق. هو اول ما بينشف خلاص بيمتص كل الزيوت الزياده من البشره. اول حاجه بقى طبعا نحط الريتينول، عشان الريتينول ده حاجه مهمه جدا. كل حاجه كتير، ودايما بعوص العلبه، فباخد الحبة الأخرانيين دول اللي أنا طلعتهم. كله يقولك ما تحطيش على عينيكي، ما تحطيش مش عارفة ايه. لا حطي يا حبيبتي، حطي يا حبيبتي، احنا جايبينه بفلوس كتير قوي، فلازم نحطه في كل حتة، وكل حتة كده وش يشربه. وبعد كده احط الكريم المرطب، في كريم مرطب بتاع يوسين ده اسمه اكس اكس فيلر، حاجه كده اكنك حاطه فيلر على وشك، يعني مش هتستغني عن الفيلر وتستغني عن كل حاجه. ده سعره تقريبا 900 او 1000، وبحب جدا بشرتي تبقى مترطبه ومزيته قبل ما انام بالذات. يعني هو اعتبره كريم وماسك مع بعض، انا بحبه قوي. فده بالذات غلب يوسين بتاع 900 وحاجه ولا 1000 وحاجه، جلام الاب. انا بعشق جلام الاب، انا باكله من كتر ما انا بحبه بطريقه عنيفه جدا، بحبه جدا جدا جدا. ده الاي كريم بتاعي، انا بحبه بجد، ده احسن كريم للعين. يعني ده شو حتى قد ايه، نعمل كده نحط حوالين العين، نتعامل مع المنطقة دي برقة شديد. بصي وانتي بتحطي كده تحسي الكريم بيسخن في ايدك، ده حاجة تحفة، تعملي مساج لعينك كده. بس خلاص كده خلصنا الروتين، وتصبحوا على خير بقى. انا تقريبا شكلي هنام بدي، لان بجد عايزه انام، بس لازم اقعد ساعه عشان وشي ما يشربش الحاجات اللي انا حطيتها دي. المخده طبعا اللي هتتبسط بيها، انا مش هتبسط بيها، فلازم تقعدوا ساعه عشان وشكم يشرب كل المكونات دي، وتبتدوا تناموا وتصبحوا على خير.